أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس سندباد الأهلية. محاضرتنا اليوم عن العضيات المكونة للخلية، صفحة 34 و35. أول السؤال: ما العضيات المكونة للخلية؟ عندنا العضيات هي الشبكة البلازمية الداخلية، الرايبوسومات، جهاز كولجي، الميتوكوندرية، الجسيمات الحالة، الأهداب أو الأصوات. رح نجي على أول عضية اللي هي الشبكة البلازمية الداخلية. ما المقصود بهذه الشبكة؟ هي شبكة من أنابيب وحويصلات محاطة بأغشية تتصل بالنواة من جهة وبالغشاء البلازمي من جهة الأخرى. ما أنواع الشبكة البلازمية الداخلية؟ الجواب: هناك نوعان، 1- الشبكة البلازمية الخشنة، 2- الشبكة البلازمية الملساء. لماذا تسمى الشبكة البلازمية الخشنة بهذا الاسم؟ الجواب: لاحتواء سطوحها على الرايبوسومات. إذا عندنا بالكتاب عندنا هذا الشكل الشبكة البلازمية الداخلية، هذا الشكل مالتها في صفحة 34. نرجع للمحاضرة، عندنا تسمى قلنا الشبكة البلازمية إما بالخشنة أو الملساء. سؤال: تسمى الشبكة البلازمية الخشنة بهذا الاسم؟ الجواب: لاحتواء سطوحها على الرايبوسومات. ما الفرق بين الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة والملساء؟ الجواب: أن البلازمية الخشنة حاوية على الرايبوسومات، والبلازمية الملساء تكون خالية من الرايبوسومات. إذا ما المقصود بالرايبوسومات؟ الرايبوسومات هي عضيات تؤدي وظيفة حيوية مهمة جدا في الخلية. إذا ما هي وظيفتها؟ تقوم ببناء البروتينات اللازمة للخلية. أين موقعها؟ إما تكون حرة تتحرك في السيتوبلازم، أو تكون مرتبطة بالشبكة البلازمية الخشنة. عضية أخرى موجودة عندنا بالخلية نسميها بجهاز كولجي. إذن ما المقصود بجهاز كولجي؟ هو عبارة عن تراكيب غشائية أو حويصلات تختلف بالشكل والحجم من خلية لأخرى. أين موقع جهاز كولجي؟ يوجد بالقرب من النواة، دائما موقعه قريب من النواة. راح نشوف شكل جهاز كولجي بالخلية. هذا شكل جهاز كولجي، موقعه بالقرب من النواة. هذا بشكل تراكيب غشائية أو حويصلات. ما وظيفة جهاز كولجي؟ إذن هو جهاز إفرازي. شو نقصد بالإفرازي؟ يقوم بإفراز مواد مثل الهرمونات والأنزيمات، أو إفراز السكريات المعقدة والبروتينات، أو اثنيناتهم يقوم بإفراز كل من النقطتين، يعني هاي المواد الهرمونية والإنزيمية وممكن إفراز السكريات المعقدة والبروتينات. عضية أخرى موجودة بالخلية هي نسميها بالميتوكوندرية، وهذا الرسم مالتها بالكتاب. هذا رسمها شكل 2-7. هذه العضية الرسم مالتها هي نسميها بالميتوكوندرية. إذن ما المقصود بالميتوكوندرية؟ ما المقصود بالميتوكوندرية؟ هي تراكيب اسطوانية محاطة بغشاء مزدوج. ما تركيب الغشاء المزدوج للميتوكوندرية؟ المزدوج يعني يتألف من غشائين. الأول هو الغشاء الداخلي، يتألف من طيات تشبه الصفائح، والثاني هو الغشاء الخارجي، يحيط بالداخل ويكون خالي من الطيات. إذن ما وظيفة الميتوكوندرية؟ هي تعد مراكز تحرير الطاقة في الخلية. إذن هاي الميتوكوندرية تشوفون هذا الغشاء الداخلي بشكل طيات، هذه الطيات إلى الداخل، ويحيط به من الخارج الغشاء الخارجي أو الغلاف الخارجي. عضية أخرى عندنا بالكتاب هي الجسيمات الحالة. هذه الجسيمات الحالة، هذا أشر لكم عليه بشكل 2-8. هذا الجسيم الحال. إذن ما الجسيمات الحالة؟ ما هي الجسيمات الحالة؟ هي عضيات محاطة بغشاء أحادي الطبقة. ما وظيفة الجسيمات الحالة؟ لها القدرة على هضم الجزيئات الكبيرة كجزيئات البروتينات إلى وحدات أصغر، وهي أيضا وحدات تنظيف السيتوبلازم من بعض الدقائق الغذائية والفضلات وغيرها من الشوائب. عضية أخرى موجودة بالكتاب عندكم هي الأهداب أو الأصوات. هذا الهدب
تشوفوه هذا في كائن حي نسميه بالبرامسيوم، عنده أهداب يتحرك من خلالها. وعندنا هذا كائن آخر نسميه باليوغلينا، عنده الصوت، هذا تركيب يشبه الخيط نسميه بالصوت. إذن ما المقصود بالأهداب والأصوات؟ هي تراكيب توجد في بعض أنواع الخلايا. ما وظيفة كل من الأهداب والأصوات؟ تستخدم في الحركة. لهنا محاضرتنا تنتهي، وشكراً.